فريق عمل مسلسل الجماعة الجزء الثاني بدأ تصوير المسلسل استعدادا لعرضه في رمضان 2017. المسلسل هيكون الجزء الثاني من مسلسل الجماعة اللي استعرض تاريخ مصر من بداية الخمسينات وظهور جماعة الإخوان المسلمين. السيناريست وحيد حامد أعلن أنه بيدور حالياً على وجه جديد يكون فيه ملامح وقادر على تجسيد دور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في الجزء الثاني من مسلسل الجماعة. كمان قال السيناريست الكبير وحيد حامد أنه في مكافأة 1000 جنيه للي حيلاقي وجه شاب ممكن يجسد دور الزعيم عبد الناصر. ومن الواضح أن السيناريست وحيد حامد مش عايز يدفع مكافأة لأن المبلغ قليل جداً. الجزء الثاني من مسلسل الجماعة من إخراج شريف البنداري، ومن المقرر أنه يواصل تصويره في ديكور منزل حسن الحضيبي المرشد الثاني لجماعة الإخوان المسلمين، وبيجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، وبتظهر النجمة صابرين في شخصية زينب الغزالي، وبيلعب الممثل محمد فهيم دور الإخواني الكبير سيد قطب. الجزء الثاني من مسلسل الجماعة بيكشف كتير من كواليس الإخوان المسلمين وتوغلهم في المجتمع بشكل كبير، بداية من المرشد الثاني حسن الهضيبي ولحد وصول الجماعة للحكم. وكمان في جزء مهم جدا من المسلسل عن علاقة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وبطل الحرب والسلام أنور السادات وثورة 52 وإعدام سيد قطب. كمان بتستمر الأحداث لفترة طويلة جدا من بعد النص الثاني من السبعينات، ومن المحتمل أنها توصل لفترة وصول الإخوان للحكم في مصر، أو يكون ده الجزء الثالث من المسلسل لأن التفاصيل كتير. مسلسل الجماعة الجزء الأول كان من إخراج محمد ياسين، وكان بيضم عدد كبير من الفنانين منهم سوسن بدر وإياد نصار وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وأحمد راتب ومحمد أبو داود وعزة العلايلي وعبد الرحمن أبو زهرة، وحقق نجاح كبير جدا. لكن بالتأكيد الجزء الجديد هيحقق نجاح أكبر بسبب التغييرات السياسية الحالية. إحنا يا ابني لا عايزين شرق ولا غرب، إحنا عايزين الإسلام. وإنت أول واحد عارف إن الإسلام مهدد في مصر. مصر تأثرت تأثرا شديدا بحكم اتصالها بالثقافة الغربية داخل الاحتلال الإنجليزي، يعني الغرب نفسه موجود في مصر. وأعتقد أن مهمة الجماعة تثبيت الدين في قلوب وعقول وضمائر الناس. عشان كده هيكون عندك دعم مالي يمكنك من تعزيز وبناء جماعة الإخوان. دعم مالي ومعنوي وسياسي لو عايز. والتمن؟ ما هي كل حاجة ليها تمن. لوجه الله، لوجه الله يا حسن. لخدمة الإسلام. أي إسلام؟ مصر وسطية تميل إلى الإسلام المعتدل وغير المتشدد.